بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ورسول بعده. سيداتي من الوكالة الوطنية لتنمية الإقليم، سادتي من المعهد العالي للتسيير والتخطيط، سيداتي سادتي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نستسمح الحضور سيداتي سادتي اللي جونا من العاصمة على غيابي طيلة هذا الأسبوع، ولكن غياب تاع مشقة سادتي، راني في الولاية أكثر من دايرة باش نجيبوا المشاريع تاع المخططات البلدية للتنمية، دائرة مسعد ببلديتها الخمس، دائرة كبيرة وكبيرة جدا وساكنتها تبارك الله عليهم ينتظر الكثير والكثير في مجال التنموي، ولهذا على كلنا مدعوون للتشمير على سواعد الجد باش نعملوا اكثر من نهضه. العمل ثم العمل ثم العمل، المواطن تاعنا والمواطنه تاعنا ما يستناوش من الكلام، يستناو من الخدمه الميدانيه. في هذا الاطار كل الشكر لوزارة الداخلية والجماعات المحلية اللي دارت هذا البرنامج النموذجي، برنامج كابدال، والمتواجد حسب ظني على مستوى 10 بلديات، هكذا سيدتي 10 بلديات على مستوى الوطن. من 1541 بلدية اختاروا 10 بلديات، ولله الحمد مدينة مسعد كانت محظوظة لنيل هذا البرنامج. هذا البرنامج يدخل سادتي سيداتي، وراكم الحمد لله ما راكم على درايه، وراكم عندكم هذا الاسبوع عندكم تكوين مع الساده اللي جونا من العاصمه فيما يخص التنميه المحليه، وهذا بفعل تشارك الجميع. في هذا الاطار وفي هذا البرنامج بلديه مسعد راهي قطعت شوط لا باس به من تنصيبها للمجلس الاستشاري البلدي اللي الحمد لله شرفنا على تنصيبه مدة 10 أيام، ما تخونيش الذاكرة، تنصيب سيد الرئيس رئيس المجلس الاستشاري البلدي، واللي يكون هو اليد الممدودة لكل المجتمع المدني على مستوى هذه المدينة وهذه البلدية، بحيث يتم نقل عن طريق كل الانشغالات وكل متطلبات الساكنه. ناس بكري قال لك كم شان حال خير من شواري ذبان، 50 عضو في المجلس الاستشاري من مختلف شرائح المجتمع، هذا ان شاء الله يكونوا هم همزه الوصل بين المجتمع المدني وبين البلديه وبين الاداره وبين كل ما يوصلوا لنا كل انشغالات سهلة، تسهل علينا الاتصال والتواصل، ونكونوا دائما قريب وبالقرب من المواطن، نسمعوا انشغالاته، والمشاريع التنموية تكون تصب في ما يتطلع إليه هذا المواطن وهذه المواطن. فنشكر السادة اللي جونا من العاصمة اللي أشرفوا على هذا الأسبوع التكويني لأعضاء المجلس، فيها حتى المنتخبين وفيها حتى من الإدارة وفيها حتى من فاعلية المجتمع المدني، فلكم منا سيداتي وسادتي كل الشكر كل التقدير على تحملكم المشقة والتعب، وجيتوا وحضرتوا معنا وكونتوا لنا النخبة تاع بلدية مسعد. درك يا جماعة لا بالي اي بون نتركم، ها راهي عندنا درك، احنا ماذا بينا نتنظم، ماذا بينا نعرف نتواصلوا بيناتنا عن طريق هذا المجلس الاستشاري البلدي، ماذا بينا يكون عند حسن ثقة المواطن، يبلغنا كل تطلعاته وكل انشغالاته، وحنا إن شاء الله في إعداد المخططات البلدية القادمة إن شاء الله، خصوصا عن طريق هذا البرنامج كابدال، تكون إن شاء الله الفاعلية أكثر، والمواطن حقيقة يحس بالمجهود التنموي اللي تقوم به الدولة،
ما يخفاش على الجميع أن الدولة تقدم وتقدم الكثير يجمع إلى يومنا هذا، إلى الدقيقة هذه، إلى الثانية هذه. والبناء دائما يتطلب عناء ومشقة وصبر. الإنسان باش يهدم قادر في 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 ساعة يهدم بنيان تاع قرون، بصح باش تبني بالك تموت وما تكملش البني. فلازم نصبروا على بعضنا، لازم نتعاون، نتكاتف الجهود، كل بما أوتي من علم، من تواصل، من خبرة. وإن شاء الله الهدف المنشور هو تنمية هذه المدينة. وكما قلتها في تنصيبي، هذه المدينة تنتظر من الكثير والكثير. مدينة مسعد وما أدراك ما مسعد، قدمها قدم التاريخ. ولكن الإنسان كي يمشي في الشوارع نتاعها ولا الحقيقة نتاعها ماهيش قد التسمية نتاعها. ماذا بنا على الأقل نديروها في مصاف المدن العريقة لهذا الوطن الحبيب، وعلى الأقل نكونوا عند حسن ظن شهدائنا الأبرار اللي ضحوا بالنفس والنفيس أجل أن تحيا ويرفرف العالم الجزائر على كل ربوع هذا الوطن. ففي الأخير إن شاء الله تكون هذه الأيام التكوينية لها فائدة علينا كلنا. برنامج المخطط البلدي للتنمية اللي راكم شرفتوا عليه وتكونتوا عليه هو أساس تنمية البلدية وحجر الأساس لبناء التنمية المحلية. فإن شاء الله موفقين في أعمالنا، نبقوا عند بعضنا تواصل مستمر ومتواصل بيناتنا إن شاء الله. أشكر السيدات والسادة على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.